في مشكله كبيره جدا ان الموديل ده، هل هو الموديل ده بيم ولا مش بيم؟ دي من الحاجات اللي احنا هنحاول ان احنا نجاوب عليها النهارده. طيب تاريخيا كده، زي ما احنا شايفين من ايام زمان اللوحه دي تاريخها ال 4500 سنه، دي موجوده في، كانت موجوده في العراق وحاليا موجوده في متحف اللوهر في فرنسا. من 4500 سنه الناس بترسم مخططات. التقدم بطيء جدا في مجال الكونستراكشن، يعني نفس المخططات دي هتلاقي مثلا فضلوا فترة كبيرة جدا يرسموا على الورق، فضلوا فترة كبيرة جدا يرسموا على الكاد، لحد ما جت تكنولوجيا البيم اللي احنا هنتعرف عليها. طيب تكنولوجيا البيم جت ليه؟ هي جت نتيجة للمشاكل اللي موجودة في قطاع الكونستراكشن. يعني انا اشتغلت فترة كبيرة جدا بموضوع الكاد، فكان في مشاكل كتيرة جدا، منها مثلا المشكلة في الكوردينيشن، وما بتشوفش المشاكل غير لما المشروع يخلص، زي كده زي مثلا الميول هنا وهكذا. في مشاكل كتيرة جدا في الريورك، بعد ما بنعمل المبنى العميل ما كانش متخيل شكل المبنى هيطلع ازاي، فبعد ما اتبنى لا مش هو ده اللي هو عايزه، فبيخليه ان احنا نعيد الشغل كتير جدا. في مشاكل كتيرة في التأخير، تقريبا نسبة مثلا ما يقرب من 50% من المشاريع بيحصل فيها تأخير في الوقت، ما بتسلمش في ميعادها، التكلفة بتبقى أكتر من اللازم. فكان في مشاكل كتيرة جدا اضطرتنا ان احنا ندور على بديل. واكتر الناس اللي كانوا شغالين في مجال الكونستراكشن لقوا مشاكل كتيره جدا، و30% من المشاريع مش ما التزمتش بالبادجت بتاعتها، بنلاقي البادجت اكتر بكتير جدا. في 92% من الكلاينت قال لك ان الديزاين اللي هم شافوه مش زي اللي هو متخيلينه، لانه غالبا الكلاينت ممكن ما يكونش مهندس، فمش متخيل شكل البناء هيبقى حاصل ازاي، فلما بيشوف حاجه 2D مش قادر يتخيلها، انما لما اشوفها في 3D يقدر يقول الكومنتات والتعليقات والتعديلات اللي هو عايزها في المرحلة الأولى. تمام، احنا اللي بس اللي عايزين نركز عليه إن البيم مش إصدار جديد من الكاد، لا الكاد ده كان تكنولوجيا مساعدة وكويسة جدا في وقتها، بس دلوقتي أصبح في تكنولوجيا خاصة بالهندسة المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكال اللي هي تكنولوجيا البيم. ده مثلا الأوتوكاد، لوحة معمولة 1980، طبعا كان الحاجات دي على الدوس. في تطور حصل في الأوتوكاد في فترة طويلة، بس برضه فضل كاد ما مش قادر ان هو يستجيب لمتطلبات الشغل بتاعنا، بحيث ان هو يعمل حاجه 3D ويكون فيها كل الانفورميشن اللي احنا ممكن نحتاجها، بحيث ان انا لو عايز تاخد قرار اقدر اعرف الحصر بتاع المشروع قد ايه في ثانيه واحده. هو مشكله الاوتوكاد ان هو بيتعامل مع خطوط واقواس وريكتانجل وهكذا، فدي كانت عامله مشكله كبيره. لو احنا بصينا كده ان احنا في كل مراحل المشروع، لما عملنا مشروع وجبنا ناس خبره في الكاد وناس ثانيه خبره في البيم وعملنا نفس المشروع، لقينا في الاوتوكاد في مرحله سكيماتيك ده خد 190 ساعه، في البيم خد 90 ساعه، فسيفنا 100 ساعه تقريبا 53% من المشروع. اكبر حفظ للوقت واكثر توفير للوقت كان في خصوص الكوردينيشن، لان هو بمجرد ما يدوس على زرار بيبدا يشوف المشاكل الموجوده فين. لما كنا شغالين مانوال، انا اشتغلت في مشروع كان كبير جدا، كنت ممكن اعدل مثلا في الطرقه في حاجه، فاضطر ان انا اعدل ازيح مثلا ماسوره او حاجه في بقيه المباني او في بقيه الغرف، فده كان بيضرب حاجات ثانيه. انا حاجات ثانيه انا كنت ظبطتها ومتاكد انها سليمه ما فيهاش كليشيهات، بس لما غيرت اتغير، فده عمل مشاكل كتير جدا. موضوع الحصر كان من الحاجات اللي بتاخد وقت كتير جدا بالاسابيع عشان اعملها مظبوطه، انما لما عملناها من خلال الريفت الحصر ما بياخدش اكتر من 3 4 ثواني، فهو توفير وقت كتير جدا. والميزه الكبيره جدا ان كل الاقسام بتقدر تشتغل مع بعض، يعني المعماري والانشائي والكهروميكانيكال شايفين نفس المشروع وفاهمين نفس المشروع. انا بتكلم من حاجه عمليه، ان كان في ساعات مشاريع بنشتغل فيها مع بعض والمشروع يخلص، وفي اقسام مش قادره تتخيل شكل المبنى عامل ازاي، يعني المعماري رسم حاجه معينه، الميكانيكي او المهندس الميكانيكي او مهندس الكهرباء ما قدرش يتخيل شكل المشروع ده غير لما المشروع خلص. تمام، بدا يشوف هو كان قصده ان في هنا سقفين فوق بعض، يعني بدا يتخيل الموضوع. انما دلوقتي لو اي حاجه مش واضحه يقدر ياخد سيكشن 3D في ثواني، ما ياخدش منه اي جهد خالص. ففرق كبير جدا لما اكون شغال في الاوتوكاد بال 2D وعناصر مش ذكيه. عناصر مش ذكيه بمعنى ان انا لو عملت سيلكت على الخط ما اقدرش اعرف ان ده حيطه من ان ده عمود من كاميرا غير من خلال اللير، وسهل جدا ان انا احط لير مش مظبوط. انما تكنولوجيا البيم انا برسم وول ويندو فلور روفز، برسم الحاجه بالاسم الحقيقي. فلو انا قلت له في لحظه من اللحظات وجد لي الكلاش بين الوول وبين الاتفاق ده، سهل جدا يطلع لي الاماكن اللي فيها كرشات. لو قلت له انا عايز اعرف بالظبط فين
فين مثلا الكراش الفلاني، فين الاماكن اللي فيها ارتفاعات مختلفه، فين الحاجات اللي فيها غلط، يقدر يجيبها لي في ثواني. لو انا قلت له عايز ووك ثرو جوه المبنى، فكان انا المبنى اتبنى وانا مشيت جواه واكتشفت ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجوده. فهي فرقه كبيره جدا معانا في الشغل. دلوقتي مثلا عندي لو انا بصيت على الحاجه ديت، ده حيطه او غرفه ودي غرفه تانيه، دي التكنولوجيا الكاد ودي التكنولوجيا البيم. لو عملت سيلكت هنا مش هيديني اكتر من الطول والعرض والارتفاع، يقول لي دي بوينت الاكس والواي بتاعتها، مش هيديني اي معلومه مفيده ليا في الشغل. هنا الوول نفسها بيبقى فيها القيم بتاعتها، اليو فاليو، الماتيريال، التفاصيل بتاعتها. لو هو عايز اعمل سيكشن يجيبها لي في ثواني، لو عايز اعمل اي سيكشن 3 دي 2 دي زي ما انا عايز يبدا يجيبها لي في ثواني. لو في اي نافذه يقدر يجيب لي كل المعلومات الخاصه بيها. ففرق كتير جدا وتطور كامل. في احنا الاول كنا بنشتغل على الورق والقلم وبعد كده نقلنا للكاد. النقله دي في نقله اكبر منها اللي هي من الكاد للبيم. بنحتاج ان احنا يعني نتعود على مشاركه المعلومات. ما فيش حاجه اسمها في البيم ان في حد عنده معلومه وما شاركهاش مع الاخرين، لازم كلنا نشارك المعلومات مع الاخرين. طيب لو احنا بصينا للوحه ديت، اللوحه دي عباره عن حاجه في الستيل ديتيلينج، فليها ارتفاعات مختلفة، فمستحيل حد يقدر يفهم ايه ديت حاجة بالشكل دوت. لما بنعملها بالبيم بنقدر نتخيل شكل المبنى وبنبقى فاهمين التوصيلات عاملة ازاي. لو انا وريتها للعامل هيقدر يفهم ايه الحاجة اللي موجودة. لو انا بعتها لمكن سي ان سي وقلت له اطبع الحاجات دي، بتطبع اوتوماتيك وبتبدأ نركب القطع ديت في قلب الموقع، كأن احنا بنركب قطع البازل بسهولة جدا، مجرد ان اول ما يجي بالموقع نبدأ نوصلهم مع بعض. ده مثلا حاجه بالشكل دوت، ده في التنفيذ الحقيقي. تمام، سيكشن زي دوت انا اعتقد في بعض مع ان الناس مهندسين معماريين، فلو بصينا للموديل دوت احنا لو جينا نرسمه بالاوتوكاد او جينا نرسمه مانوال مش هيقل عن اسبوع ان احنا نرسم حاجه زي كده. طيب بفرض ان انا اسبوع بعد ما رسمته قالوا لي لا ده احنا الارتفاع بين الدور ده والدور ده بدل ما هو 3 متر ونص عايزين 4 متر، فانا محتاج ان انا الغي الشغل ده كله واعيده من اول وجديد. لا، في تكنولوجيا البيم سهل جدا ان انا ارسم السكشن ده في ثانيه، ما دام الموديل موجود معايا اقدر اخد اي سكشن عايزه واي تعديل اقدر اعمله من خلال البرامتك. طيب احنا برضو ما قلناش ايه هو البيم، كل واحد بيتخيل البيم من وجهه نظره. احنا نقدر نقول ان هو بيلدنج انفورميشن مانجمنت، ازاي ادير معلومات البناء بحيث ان انا اقدر اخد قرار، سواء انا مهندس معماري او انشائي او كهروميكانيكال او مدير المشروع او الحصر او الجوده او الاستدامه. كل الاقسام تقدر تدخل على الموديل وتقدر تعرف المعلومه اللي هي عايزاها. تمام، فبنقدر من خلال واحنا قاعدين في اي اجتماع من الاجتماعات، احنا تقريبا عندنا اجتماعين كل اسبوع، بنبقى قاعدين وشايفين الموديل عامل ازاي ونقدر نفهمه بشكل قوي جدا. بنقدر ان احنا نشوف الكلاشات موجوده فين، الاقسام كلها تبدا تشوف الشغل مع بعض، نقدر نفهم الكونستراكشن هيبقى عامل ازاي، نفهم الشغل هيتم ازاي، الاجتماعات هنتم ازاي. فبنبقى قاعدين وشايفين الموديل ال 3 دي ومتخيلين شكل الحاجه ونقدر نعدل واحنا قاعدين في قلب الاجتماع من خلال اللابتوب، بنقدر نعدل بسهوله جدا ما بياخدش وقت في التعديل. حتى اشهر برنامج اللي هو ريفيت، اختصار ريفايز انستانتلي، يعني يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق. اول ما بعدل حاجه في البلان بتعدل في السكشن، بتعدل في كل مكان. تمام، هو ميزته ان هو بيشتغل معايا من اول ما يبقى في فكره للمشروع، اقدر اعمل كل المحاكاه اللي انا عايزها عشان اختار افضل شكل موجود. واثناء الديزاين، اثناء البيلد، اثناء الاوبريت، كل الاقسام مربوطين معايا وكلنا مع بعض، معماري وانشائي وكهروميكانيكال والحصر وكل حاجه موجودين معايا. فبنبدا نشوف البيم بيبقى فيه ان انا احط المعلومات، لازم الاشخاص يكونوا كلهم فاهمين الفكره عامله ازاي، بيكون في بروسيس معينه متفقين عليها بحيث ان احنا نوفر الوقت. يعني في مثلا نوع من انواع الاداره اسمه لين مانجمنت، ده بيفيدنا كتير قوي ان احنا نرتب كل واحد هيبدا ازاي وهيشتغل في ايه والتاني يبدا امتى ويرتب شغل بينا وبعض. فالعمل البيم عمل نقله كبيره جدا، ان بدل ما كانت المعلومات غير مرتبه هو قدر يرتبها لي بحيث ان احنا كلنا نقدر نشوف اي معلومه احنا محتاجينها في ثواني. بمعنى ان مثلا دلوقتي مثلا جيت معلومات خاصه بالاسانسير، طب الايميل اللي جه ده مكتوب عباره عن ملف بي دي اف، لو انا بعته لحد مثلا معماري ونسيت ابعته للانشائي ممكن الانشائي ما ياخدش حسابه في الكاميرات. فاحنا بنحطه في الموديل بيم 3 دي، واي حد مهتم بالحاجه ديت بيلاقيها قدامه. يعني مثلا المهندس بتاع الكهرباء بيلاقي كل معلومات الكهرباء، وفي ميزه ان اي اكيوبمنت اتحط
بيبدا يقول لي انت على فكره ما وصلتش مثلا توصيله بتاعت الكهرباء، يعني ممكن يكون مكنه تكييف بس وصلنا لها التكييف ونسينا نوصل لها الدرينج بتاعتها، فيبدا يجيب لي رساله خطا ان في حاجه مش متوصله، فهو بيرتب لي كل المعلومات. فهي عباره عن تكنولوجيا غريبه جدا. لو احنا خدنا مثال مثلا هنا، لو انت عملت سيلكت على اي عنصر بيبدا يقول لك مثلا ان ده كرتن وول، يجي هنا يقول لك ده روف، يجي هنا يقول لك ان ده وول انفورميشن، فبدا يقول لي كل المعلومه. لو انا عملت سيلكت على الجزء دوت وهي معموله باكوا برنامج للبيم وقال لي ان ده جينيريك موديل، او قال لي ان ده حيطه بينما هي مش حيطه، او بعلم على مكنه وقال لي ده جينيريك موديل او ماس، يبقى كده مش بيم. ليه؟ لان انا لو قلت له اعمل لي الكلاش مش هيقدر يجيبه معايا في الكلاش، لو قلت له اعمل لي الحصر مش هيقدر يشوف الحصر، فكده يعني فقد قوه البيم وما بقاش بيم. فاحنا عندنا في البيم في اكتر من حاجه، في عندي حاجه اللي هي اللي لازم تكون موجوده اللي هي 3 دي، ان المبنى يكون معايا 3 دي، ال 4 دي ان انا بضيف بعد الزمن، ان انا اشوف الحاجه وهي بتتبني، يعني ابدا اشوف كده الدور الاول وبعد كده الدور الثاني وبعد كده الاعمده وبعد كده الكاميرات وبعد كده الحوائط وبعد كده كل حاجه بتشاف، بحيث ان انا ابقى متخيل سير المشروع هيبقى عامل ازاي، وما ابنيش حاجه واضطر ان انا اكسرها لان في حاجه ثانيه المفروض تتبني قبليها. عندي ال 5 دي اللي هو الكوست، عندي 6 دي اللي هو ان انا اعمل استدامه، والاردن معروفه من الدول اللي مهتميه بموضوع الاستدامه بشكل قوي جدا. عندي موضوع الفاسيلتي مانجمنت، ودي من الحاجات القويه جدا لانها نادرا ما بتدرس في الجامعات، اللي هي اداره المبنى او اداره المرفق، يعني المشروع ممكن يتبني مثلا في سنه سنتين، بينما الفاسيلتي مانجمنت تقدر تدير المبنى او تشتغل في المشروع بعد ما اشتغل لمده مثلا 30 40 سنه مده حياه المبنى. فالبيم هو مش مجرد برنامج، يعني البيم هو برنامج او سطاب للبيم، لا هو عباره عن معلومات داتا لازم تكون موجوده، في جزء سوفت وير، في جزء بروسيس، في جزء ورك فلو، مين اللي هيشتغل ومين اللي هيبدا ومين اللي هيراجع ومين اللي هينقل حاجه من هنا لهنا وهكذا. فاحنا شغل البيم بيكون عندي كل حاجه ليها الموديل بتاعها، اركتشر موديل، استراكشر موديل، اتشفاك موديل، بايبنج موديل وهكذا. معلش مهندس بدي اقطعك لو سمحت، في واحدة من زملائنا انقطع عندها الاتصال وبدها ترجع تدخل مرة ثانية. تمام. يعني اوقف؟ يعني الدكتور بده يضيف، انا مش عارفة يعني شو بالضبط. دكتور الو؟ باش مهندس، لا انا عاملك الهوست، يعني انت بدك تسمح لها تدخل. طب تمام حاضر ماشي. طيب طيب في انا هنا كاتبين البرامج بتاعت البيم او ادوات البيم، من ضمنها كاتبين الاوتوكاد. ازاي الاوتوكاد من البيم؟ لو انا حطيت سطبت جواه او جبت برنامج اوتوكاد اركتكتشر او اوتوكاد ستراكشر او اوتوكاد ام اي بي، هو عباره عن اوتوكاد بس ضايفين الادوات اللي تخليني اشتغل اشتغل كبيم، يعني هو بيديني ان انا ارسم حيطه، ارسم دكت، ارسم كذا. فلو انا قدرت ان انا استخدم الادوات دي مظبوط يبقى كده شغل بيم، يعني لو اوتوكاد اركتكشر ده بيعمل شغل بيم. بس انا اتكلمت مع الناس اللي بتوع اوتوديسك فقالوا احنا بنعمل الريفت وبنعمل الاوتوكاد، وبنقول لك ان القوي هو الريفت، والاوتوكاد ده احنا كنا بدانا نطور فيه ان هو يبقى بيم قبل ما نشتري الريفت، لما اشترينا الريفت ما بقناش نطور في الاوتوكاد. فلو حد عايز يهتم اكتر ممكن يخش في الريفت. تمام. وهنلاقي ان في بعض الحاجات. طيب البيم بيبدا معايا من اول فكره المشروع لحد ما المشروع يتعمل، لحد ما تشغيل المشروع، لحد لو انا عايز اهد المشروع، يعني حتى لو انا هد المشروع بقدر استفاد من المخططات بتاعه البيم ديت بشكل قوي، ان انا اعرف مثلا اعمل سيموليشن لو انا مثلا كسرت كام عمود، انا اعمده اللي ممكن تكسر بحيث ان المبنى يقع راسي ما يقعش افقي ما يقعش على المباني اللي حواليه، زي ما شفنا فيديوهات كتيره معموله في اليابان بيعملوا سيموليشن يشوفوا انا اعمده اللي ممكن لو قدرنا نضربها في نفس الوقت تاثر على المبنى ويقع راسي. تمام. طيب زي ما احنا شايفين دي برامج كتيره جدا من برامج البيم، بس البيم مش برامج، يعني مش الفكره ان انت تسطب البرنامج يبقى انت كده عملت بيم، لا الفكره ان انت تبقى فاهم الاستفاده من البيم وايه نقط القوه وازاي ان انت تحقق نتيجه حلوه من البيم. يعني انت بذلت جهد في ان انت تعمل بيم ومجرد بس ايه وريتها للعميل، ما انت ممكن تحل بيها الكلاشات، ممكن تعمل بيها الحصر، ممكن تعملها في الفاسيلتي مانجمنت. في ناس كتير يقول لك انا عندي المبنى اتبنى خلاص مش عايز اي مخططات ولا عايز خالص، بس عايز الموديل البيم دوت عشان اعمل فاسيلتي مانجمنت واقدر ادير المبنى بحيث لو حصل اي مشكله اقدر ان انا اتحكم فيها.
يا ريت لو في اي حاجه بس مش واضحه الناس توقفني ونسال فيها ونبدا نناقش فيها ان شاء الله. طيب مين اللي ممكن يستفاد من معاملات البيم؟ كل الناس. اكتر واحد بيستفاد المالك، هو ده اكتر واحد بيحقق توفير في المال وتوفير في الوقت، فاكتر واحد بيستفاد. البلانر برضو بيستفاد، الديزاين، كل المهندسين الموجودين في المشروع بتوع الحصر الاستدامه وهكذا. طيب لو جينا نبص على التصميم دوت، التصميم دوت ده نقدر نقول نوع من الكثبان الرمليه اللي موجوده في الخليج، تمام، بيبقى موجوده على الشاطئ، عباره عن كثبان ملحيه، تمام. كان في مهندس نوفل، جان نوفل، قال لك انا هعمل متحف من الشكل دوت. فاحنا لما شفنا التصميم بتاعه الاولي يعني قلنا التصميم ده مستحيل يتعمل. المتحف اتعمل وانا زرته، حاجه خرافيه. لو احنا شفنا دقه التفاصيل وان مفيش قطعه حديد ينفع تحط مكان القطعه الاخرى، وكل الحاجات دي اتعملت بالبيم ببرنامج اسمه تكلا، واتعمل بشكل قوي جدا. تقريبا هيخلص كمان 10 دقائق وهنضطر ندخل تاني، تمام. طيب التصميم ده يعني قالوا مستحيل يتعمل. باشمهندس، يا فندم، باشمهندس، لو خلص الميتينج احنا راح نرجع ونعمل لك انفيتيشن جديد باذن الله دكتور، باذن الله. طيب الميزه في البيم ان احنا كلنا بنبقى عندنا المعلومات ونقدر يعني الاول كان بيبقى في مشكله اخر ار اف اي فين، طب فين اخر موديل، ابعت ار اف اي واستنى 21 يوم على ما يجي، كان بيبقى في مشاكل كتير في الشغل. فلما جيت البيم بقى عندي هو موديل بيم واحد وكلنا شايفينه وكلنا بنقدر ندخل ناخد المعلومه زي ما احنا عايزين بالشكل دوت. اقدر وانا اشوف الموديل واقدر اخد المعلومه اللي انا عايزها. لو بعت انا مثلا شغال ديزاينر اقدر ابعت الموديل للبيم كوردينيتور يشوفه، حتى لو بنتكلم على الموقع والديزاين لو في حاجه مش مظبوطه في قلب الموقع يقدر يشوف الموديل، لو في حاجه محتاجه تتبعت فالديزاينر بيرد عليه في نفس اليوم، ما بقاش زي الاول 21 يوم، لا بقى خلاص بقى الموضوع اسرع وسهل جدا ان احنا نكتشف المشاكل وسهل جدا ان احنا نتبادل. ويكون في تكنولوجيا جديده اسمها انتجريتد بروجكت ديليفري، اللي هي ان كلنا مسؤولين عن المشروع من اول يوم في الشغل وكلنا بنبقى قاعدين وكلنا هدفنا نجاح المشروع. التكنولوجيا دي كانت موجوده كنظريه بس ما كانش قادرين يطبقوها غير لما جه البيم، فبقى في موديل واحد في كل المعلومات نقدر نشوفها مع بعض. فاصبح البيم موجود معايا في كل المراحل بتاع المشروع طول الوقت احنا قاعدين، حتى يعني قبل ما بنبدا المشروع في مرحله الديزاين بجيب الراجل بتاع الاوبريشن او الاوبريتور بتاع تشغيل المبنى اللي هو يستلم مني المبنى في اخر المشروع، وبيكون موجود معايا ولو عنده اي تعديل بيقوله لي في اول التصميم، ويبدا يشوف الموديل ويحط الاراء بتاعته. كان زمان كل واحد بيشوف الحاجه من وجهه نظره هو، مش قادر يتخيل البيت الشغل بتاع الناس، فكل الحاجات في الاخر كنا بنلاقي مشاكل كتيره جدا في الموقع. لما بقى في موديل بيم بقينا كلنا مشتركين في نفس الموديل ونقدر ناخد سيكشن ونشوف اي غلطات ونصلحها في الاول. بخصوص موضوع الحصر بقى الحصر قوي جدا لان هو مش بيقول لي عندي كام عمود، لا بيبدا يشوف العمود ده الريبار اللي فيه قد ايه، الفورم وورك اللي هو الخشب اللي اتحطه بعد كده هيشال بعد ما تصب الحاجات، الكونكريت، الكلادنج وهكذا، طب العمال، طب الماتيريال، كل الحاجات دي اقدر اربطها بالعنصر وهو يبدا يعمل لي الحسابات بتاعته ويبدا يقول لي الوقت بتاعتها قد ايه والتكلفه هتبقى قد ايه. فبقت حاجه دقيقه جدا واصبح في توفير في الوقت، او ان احنا نقدر نعمل حاجه في الوقت الطبيعي، وفي نفس الوقت الكوست بيبقى هو ملتزمين بالكوست، وبنقدر نعمل تقدير للتكلفه من اول مشروع، يعني لسه ما بداناش المشروع وعارفين المشروع ده هيكلف قد ايه بدقه اكتر من العادي. وفي نفس الوقت الكواليتي، يعني عندنا الوقت والكواليتي والتكلفه، يعني يقول لنا ايه لو انت زودت في الوقت او عايز تقلل الوقت هيبقى على حساب الكواليتي او على حساب التكلفه، لا دلوقتي احنا بنعمل تحسين للوقت وتحسين للكواليتي وتحسين للتكلفه في نفس الوقت. ولذلك اصبح في دول كتيره بتعتبر البيم ده اجباري. طيب في حد عنده سؤال مع بعد اذنكم؟ يعطيك العافيه يا باشمهندس. اتفضل. بدي اسالك هسه بخصوص الاليمنت لما ننزله از فاميلي، بس انا لازم كاز بيم مانجر او بيم كوردينيتور لازم اعمل له مثلا احط له الكوست تاعه والتايم تاعه مظبوط ولا لا؟ حسب المشروع بتاعك محتاج فيه ايه؟ يعني لو انت فعلا عندك المعلومات بتاعت الكوست وعندك المعلومات بتاعت الوقت وعندك المعلومات اللي عندك ومحتاجها في اداره المشروع بتحطها. تمام؟ يعني لو انت عندك التكلفه بتاعت الحاجه خلاص ابدا حطها.
احنا بنعمل برامتر خاص بالتكلفه، وبتفيدنا كتير جدا لما بنبدا نشتغل على برنامج النفس وركس، بيبقى فيه المعلومات كلها موجوده. Yeah, so I mean, you know, each project has its own library, right? ايوه، في كل المشروعات بيبقى عباره عن فاميليز موجوده، وانت بتبدا تشوف المشروع دوت ايه الفاميلي اللي انت ممكن تحتاجها. بس اقدر انت في اول المشروع وما عندكش المعلومه، فما توقفش الشغل، ابدا اشتغل تمام، واول ما تجيلك المعلومه حطها. يعني احنا اصلا في معلومات مثلا معينه خاصه بالكوبي، او خاصه بالتشغيل المشروع، او خاصه باداره المرافق وحاجات زي كده. لو انا ما عنديش المعلومات دي ما بوقفش الشغل، بشتغل وبعد كده ببدا اسال او اخد المعلومات دي من اي جهه وابدا اكمل عليها. Thank you. شكرا. طيب، من ضمن الحاجات ان هو بيقلل لي السيفتي، او بيقلل لي اسف على المقاطعه باشمهندس، اسف انا بفضل بباقي يعني حوالي 5 دقائق انه نشوف اذا حد من الشباب عنده اسئله بالخمس دقائق هذول قبل ما انت تكمل البارت. فتفضلوا شباب، اللي عنده سؤال للباشمهندس يتفضل يسال. يعني خلينا الخمس دقائق نعمل ديسكشن سريع لانه بده يخلص الميتنج. مهندس لو سمحت انا بدي اسال. تفضل. انا مهندس الطرق. تمام. الفكره اني انا لهلا يعني مش قادره توصل لي الفكره. البمش كثير حلو، كثير رائع. كمهندس الطرق كيف بقدر استفيد من البم، او كيف بقدر انه يعني اطبق هذا الاشي بمجال العملي؟ يعني جميل جدا. بالنسبه لموضوع مجال الطرق، فاحنا عندنا مثلا برنامج زي السيفل 3D، وفي برامج خاصه من برامج بنتلي متميزه جدا في الموضوع دوت. وحتى لو انا حبيت ان انا استخدم الريفت بستخدمه، بس ببدا اقسم الملف بتاعي حسب حجم المشروع. يعني انا مثلا في مشروع كان كبير، فاضطريت ان انا اقسمه ل 18 جزء، تمام، 18 ملف وكلهم مرتبطين ببعض. في ملف تاني كونتر بيجمع لي 18 ملف دول بحيث ان الجهاز بتاعي ما يتقلش. فانا عندنا مثلا سيفل 3D، بنبدا نعمل مثلا الطرق، بيبقى عندي مثلا مش الطرق بس، عندي الطرق وعندي اشارات المرور حواليها، عندي الكهرباء اللي بتوصل لاشارات المرور، الكهرباء اللي بتوصل للبيوت، المواسير بتاعه الميه، المواسير بتاعه الصرف، كل الحاجات دي بعملها في السيفل 3D. وممكن نعملها في قلب الريفت بس محتاجه تنظيم شويه، وممكن تتعمل في اي برامج من البرامج بتاعه بنتلي زي رود وهكذا. فالميزه الكبيره ان المشاكل اللي بتظهر اثناء الحفر او اثناء الشغل بتظهر معايا اثناء التصميم، بخلي بالي لا ده في مشكله هنا، لا ده انا مش واخد بالي من الحاجات دي. ساعات كتيره جدا في الوطن بتاعنا بعد ما بيعمل الطريق بيكتشف خطا ان في حادثه حصلت، وده الكلام ده لسه حاصل من يومين تقريبا. ان بعد ما عملوا مثلا يوتيرن لقوا ان في اليوتيرن عمل حوادث كتيره جدا، فاضطروا ان هم يوقفوا الشارع ويغيروا شكل اليوتيرن وحاجات ديت. فالحاجات دي كلها ممكن بنعملها على برامج البيم، ونتاكد ان ايه المشاكل الموجوده ونحلها ونوجد حلول ليها. وهو الميزه ان بيبقى مرتبط باكواد، يعني البرنامج مش بيرسم بس، لا ده بيبقى مرتبط بكود ويعمل تشيك لو انا مخالف للكود اللي انا شغال عليه، سواء الكود الاردني او كود، يقول لي خلي بالك ان ده مش هيبقى مقبول لان هو مخالف للكود. فده من الحاجات الممتازه جدا ان انا بشتغل بنمذجه معلومات البناء في قلب الطرق، بتبقى حاجه كويسه جدا. وفي دول زي المانيا مثلا بدا موضوع ان انشاء الطرق بالبيم ده يبقى اجباري. مهندس يعني مجرد انه انا اصمم الطريق على السيفل 3D مثلا، ادخل كل الاليمنتس اللي انا بدي اياها بهذا الطريق، انا هيك بكون طبقت البم؟ ولا لازم يكون في برنامج اعمل شيرنج مع الناس اللي مثلا؟ هو في الواقع بنعمل شيرنج من خلال ان احنا بنتفق على برنامج معين نجمع فيه الحاجات. احنا بنجمع غالبا في برنامج زي الانفرا وركس او نفس وركس، في برنامج اسمه نفس وركس انا حتى شغال عليه هوت في المشروع اللي انا يعني اللي انا شغال فيه في الشركه دلوقتي. انا شغال فعلا في مشروع عامل، هو عباره عن 18 مبنى وفي بينهم طريق وفي بينهم تفاصيل كثيره جدا. فهو الفكره كلها لو انا مش عامل بيم، وانت مثلا في دخلات مثلا بتاعت ميه وصرف وحاجات زي كده للمبنى، بس هي متشفته، فاثناء لما انا هنفذ في الواقع الاقي الموديل البيم اللي معمول مثلا بالريفت مثلا
والخرجات بتاعته غير مطابقه للخرجات الموجوده في الطريق، او حتى المنهول او الحاجات ديت، او الطريق نفسه الاماكن مش مظبوطه، حاجات زي كده. فهو دلوقتي اصبح في يعني تعاون مشترك بين اسري اللي هي مهتمه بموضوع الجي اي اس بشكل قوي مع الاوتوكاد سيفر 3 دي، هو تبع اوتوديسك، فهي بتحاول انها تعمل انتجريشن بين الاوتوكاد السيفر 3 دي وبين الريفت، بحيث ان هو يبقى يشتغلوا مع بعض. بس يتجمعوا فين؟ الاوتوكاد سيفر 3 دي بيقبل الريفت، والريفت بيقبل الاوتوكاد سيفر 3 دي. وفي حاجات دلوقتي اضيفت في الازارات الحديثه تقدر تدخل ده جوه دوت. بس هي الفكره كلها الافضل ان انا اعمل اجمعهم في برنامج زي نفس وركس، لان نفس وركس فيه خاصيه ان انا اعرف الكلاشات موجوده فين بالظبط، او برنامج زي الانفرا وركس برضه ميزته ان هو بيجمع الحاجات من برامج مختلفه. فلو انت قدرت تعملي الموضوع دوت ولقيت ان هو بيجيب لك فين